مسابقة أقامها مكتب رياض الأطفال بنالوت بالمشاركة مع روضة الأنوار على مستوى رياض الأطفال بمناطق غدامس ووازن وكبا ودرج. هذه شريحة لابد الاهتمام بها ولابد من دعمها، لأنها فعلا لأول مرة تقيم هذه المسابقات على مستوى البلديات وإن شاء الله على مستوى الجبل وعلى مستوى ليبيا بإذن الله. أثبتت نجاحها وهناك مفرزات وإبداعات حقيقة أذهلت الجميع. تنوعت المسابقة التربوية الإبداعية في فقراتها بين الشعر والرواية والمذيع الصغير. حاول فيها الأطفال إبراز مواهبهم والمشاركة بأفضل ما لديهم. طبعا الأطفال كانوا معنوياتهم مرتفعة وفرحانين بهالمناسبة، لأن كان طبعا تعرفوا كانت ليبيا في الفترة السابقة كلها نزاعات وكشي، وهذه خلت روح الوطنية واللحمة وحبهم لبعضهم، والحمد لله. ولاحظت أن الهدف الرئيسي في هالمسابقة هو انتماء هالأطفال لهالوطن وحبهم للوطن. استطاع الأطفال المشاركون لفت انتباه جميع الحاضرين، وفي ذات الوقت استطاع القائم على هذه المسابقة من خلال تكريم المشاركين تحفيز الأطفال على المشاركة وإحياء الشجاعة الأدبية فيهم.